يقولون المؤرخين أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان أحيانا يضيق صدره من مجتمعه، لأن مجتمع كان ملوعة متعبة وقم متعبة، فمن يضيق صدره وين يطلع؟ يقول حب العرني يأخذني الإمام علي ويطلع بي إلى الصحراء، يطلع هناك للصحراء يوقف طويلا، يريد يبعد عن هالزخم النفسي اللي يجتم على صدره، يخرج إلى الصحراء. يقول طلعنا فرد يوم، طلع هو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الصحراء خارج الكوفة، بالأثناء وإذا براكب يخب به نجيبه، راكب له على بعير وقدامه جنازة. وقف أوقفه الإمام سلام الله عليه، قال له ممن الرجل؟ قال له أنا من أهل اليمن. قال له من يكن منك هذا المحمول، هذا اللي محمول على البعير أمامك منه؟ قال له سيدي هو أبي، هذا أبي. قال له ليش أنت جايبه منك لهنا من اليمن؟ لم لا دفنته بأرضكم؟ ليش ما دفنته هناك؟ قال له هو أوصاني، قال لي ادفني بظهر الكوفة، هو حدد لي قال لي ادفني بظهر الكوفة، لأن أنا أؤثر أن هناك رجل يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر. قال أتعرف ذلك الرجل؟ قال لا. قال أنا ذلك الرجل. هذا المعنى. يعني احنا مو ما نستكثر، لان المؤمن الروايات تقول المؤمن يشفع مثل وعلي بن ابي طالب سلام الله عليه رضع الايمان طفلا ويافعا ما عرف غير الايمان، يعني ثغر ما ولجت فيه كلمة الكفر ابدا، وجبين ما سجد لصنم، ونفس ما ركعت إلا في رحاب الله. نعم، فواقع الأمر ما نستكثر عليه لتأمل. ولذلك أنت تشوف التهالك على هالوادي اللي إلى جانب من أقدم العصور ومن أقدم التواريخ، وتشوف خصوصا من بعد مدفن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا المعنى يكاد يكون متأصل في نفوس كل من يرتبط بأهل البيت. أيا رملة الوادي على مطلع الحمى، سلام على رمل الحمى وشعابه، على منزل حط الأحبة رحلهم به، وأراح الخد فوق ترابه، وعهدي بأن القبر خوف ووحشة، فلا منشد أو سامع لخطابه، ورمل علي بالغري طلاقة وبشر وأفق ضاحك برحابه، فديت ثرا فيه شددت مشاعري، وأهلي ثووا في مفرع ممرع من جنابه. هذا الوادي الواقع اللي إذا مررت عليه لمحت فيه قشمات علي بن أبي طالب. الحقيقة إلى جواره، إلى هذا الجوار الطاهر، بكنف هذا الإمام الطاهر، في حما هذا الإمام الطاهر. على أي حال، فأرجع إلى الآية.